الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتقابل معظم الناس اللي بتربي تربية بيتي، سواء كانت أرانب أو طيور، وهي مشكلة تسويق أو مشكلة بيع المنتجات ديت أو بيع الحاجة اللي بتربيها دي. هنتكلم عن المشكلة ديت وهنتكلم عن حلولها إن شاء الله، وهنتكلم في آخر الفيديو عن مشكلة قابلتني أنا شخصيا في التربية الأرضي. قبل ما نبدأ الفيديو، أتمنى من الناس اللي ما اشتركتش في القناة اشترك وتدوس لايك وتعمل شير عشان الناس كلها تستفيد. نتكلم الأول عن مشكلة التسويق. أولا يا جماعة، لازم نتفق مع بعض إن المشكلة مش مشكلة بيع. ليه مش مشكلة بيع؟ لأن أنت لو رحت عند أي حد بتاع طيور قلت له انا عندي ارانب مربيه في البيت او عندي اي طيور مربيه في البيت عايز ابيعها، يقول لك هاتها، بس المشكله هياخدها بكام. هي دي المشكله اللي بتقابلنا. لكن مشكله البيع في حد ذاتها، وخاصه الارانب، على فكره الارانب ما فيهاش مشكله في التوزيع خالص. ليه؟ لان اصلا انتاج الارانب قليل، يعني ما هيش موجوده بكثره زي الفراخ والطيور التانية. الارانب قليله جدا في السوق، فبالتالي وخاصه في مواسم ليها كمان، فبالتالي فالبيع بتاع الأرانب سهل. لكن المشكلة في البيع، وهي نقطة مهمة جدا، هو جشع بعض التجار اللي بتروح تبيع لهم واللي عايزين يشتروا منك الحاجة بأقل الأثمان وبيبيعوها بأغلى الأسعار. يبقى إذا المشكلة مش مشكلة بيع، المشكلة مشكلة العائد من البيع أو الناس اللي بتبيع لهم. لكن أنت حضرتك الموضوع البيع سهل، تمام؟ طيب هنتكلم عن المشكلة دي واحدة واحدة. الاول هنتكلم، هقول لكم عن موقف حصل لي انا عشان اعرفكم يا جماعه ان انتم الناس اللي بتربي في البيت ديت بتقدم خدمه كبيره جدا. انا بربي كنت بربي مربي في رمضان اللي فات، كنت جايب رومي ابيض. فالرومي الابيض ده ما شاء الله عندي اول مره ربيه وصل عندي حوالي 25 كيلو، كنت جايب دكين اتنين. الكلام ده في حوالي 5 شهور او 4 شهور و20 يوم. وبعدين قلت ايه، طب ما انا اجيب كميه واخد اكل اللي اكله والباقي ابيعه. فلما فكرت ابيعه كان عمره بقى 4 شهور، وبصراحه حبيت ان انا ابيعه في الوقت ده لان العلاقة كانت غليت جدا، فقلت ابيعه. فكان وزن الديك فيهم كان وصل حوالي 19 كيلو، ووزن الفرخه كان وصل حوالي 13 كيلو، بس قلت انا هبيع الديك واخلي الفراخ. فكلمت ناس حواليا، ودي مشكله اهي، دي من ضمن المشاكل، الناس التجار اللي حواليا كلمتهم قلت لهم يا جماعه انا عندي والله فراخ رومي. هي مش كل الناس بتبيع الحاجات دي، ناس معينه جدا، لان الرومي بيتباع بيتقطع، مش بيتباع فرخه على بعضها لان تمنها بيبقى كتير. قلت له والله انا عايز ابيع، عندي فراخ رومي عايز ابيعها بيضه. فقال لي عندك قد ايه؟ قلت له والله انا عندي حوالي 15 فرخه، منهم نوتي ومنهم ديوك. قال لي اخد منك، قال لي ابعت لك عربيه تاخد اللي عندك كله. قلت له تمام، السعر كام؟ قال لي والله السوق مريح اليومين دولت، بس ايه مش مشكلة عشان خاطرك وانت راجل جنبنا وحبيبنا، يعني 33 جنيه. قلت له ده شوية قوي. قال لي انت عارف اليومين دولت ربنا سهل الدنيا مع بعض، وقت يمكن تغلى بعد كده. قلت له خلاص هفكر واقول لك. بصراحة كان السعر كان قليل قوي، لان كنت بسمع دايما الاسعار في الروم دولت 40 و45 و50، لان ده السعر اللي معظم التجار قالوا 33 و34. فقلت هلجأ لتجار بره المنطقة عندي، وده حل من حلول البيع. فكلمت واحد قريبي قلت له انا عندي روم وعايز ابيعه. قال لي انا عندي جنبي واحد راجل محترم بيشتري الحاجات دي، وبشوفه بيبيعها كتير. فقلت له خلاص اساله. راح ساله قال له خلاص ماشي ب 37 هاخده. قال له طب بس شد حيلك شويه كده معانا وظبط الدنيا. قال له يا عم عشان خاطرك انت هاخده ب 39 جنيه. المهم لما قال له قلت له خلاص مش مشكله. وفعلا خدت 5 ديوك الرومي، كنت واخد 6 6، خد هو 5 والراجل القريب ده خد 1. فالخمس ديوك دولت قطعهم تقريبا حوالي 3 4000 جنيه، حاجه زي كده. المهم يا جماعه، بعد ما بعت الكلام ده، انا الراجل كان بياخد حاجه مني، حاسس ان هو عامل معايا ايه جميل. لكن بصوا بقى الحته الجايه ديت، والله يا جماعه بعديها بتلات 4 ايام لقيت الراجل القريب ده بيتصل بيا بيقول لي الراجل مبسوط من الفراخ قوي، بيقول لك هو عايز منها تاني. فقلت له والله انا مش ببيع، انا خلاص انا اللي عندي ايه اخلي البيت. فبعد كده بيتكلم معايا، فراح قال له الراجل مش هيبيع. فجه بعدها بيومين تاني كلمه قال له يا عم ايه، انت
طب بس شوفه، حتى هاخدها منه ب 42 جنيه. المهم مرة في التانية في التالتة وصل سعر الفراخ 45 جنيه الكيلو. فدي يا جماعة دي مشكلة. مشكلة ايه؟ انا اكتشفت حاجة غريبة جدا، ان المستهلك لما في مستهلكين، مجموعة مستهلكين كبيرة جدا، بتروح تطلب الحاجة البيتي بالاسم، سواء كانت فراخ بيضة او فراخ بلدي او رومي او ارانب او اي حاجة من التربية البيتي، تقول له وبتتحجز. يعني انا شو يعني، انا عايز اوصل لك ان انت حضرتك اللي بتربي في البيت بدون ادوية بدون اي حاجة من الحاجات دي، مجرد شوية اعشاب، انت بتقدم خدمة للمستهلك. بس هي المشكلة بتاعتنا ان احنا ما عندناش قاعدة العملاء بتاعت المستهلكين دولت عشان نقدر نوصل لهم. فانا اقول لك على حلول نحاول نقدر نوصل بيها لقاعدة العملاء دي. الحل الاول، اظن معظم الناس اذا ما كانش كلهم عندهم فيس. لا اصبر عليا، مش هو دي المشكله. ما انا عارف الناس كتير قالت لك موضوع الفيس دوت والحكايه والروايه. لا اصبر عليا واسمع كلامي للنهايه. الفيس يا جماعه مهم جدا في التسويق. حضرتك اللي هطلب منك انك تعمل صفحه، او اذا كان ليك صفحه، وتبدا تنزل فيها منشورات عن الحاجه اللي انت بتبيعها. بس الافضل انك تكون الصفحه ديت الاسم الرئيسي بتاعها او عنوانها حاجه من اللي انت بتربيها. يعني مثلا بيع ارانب وطيور، بيع فراخ، بيع بط، بيع مش عارف ايه، بيع اللي انت هتبيعه، عشان يبدا لما الناس تيجي تدور على او تبحث على الفيس على البيع، بيع الارانب مثلا، تخش انت في الاجابات ويبدا ايه يتعامل معاك. فتبدا تعمل الصفحه ديت وتبدا تدخل الحاجه اللي انت بتبيعها فيها. بس ما تبداش على طول تنزل تقول انا عندي ارانب عايز ابيعها. لا، تبدا الاول تنزل مثلا ايه منشور انت بتربي ازاي، تبدا منشور تاني ايه فوائد التربيه البيتي، تبدا منشور تالت انا عندي ارانب مثلا تربيه ممكن تتربى، عندي ارانب للاكل، يعني ايه هكذا. مش هو ده الحل يعني، مش هو ده الحل بس. لا، الحل الجميل قوي بقى يا جماعه المجموعات. بص يا جماعه، انا ملاحظ في الفتره الاخيره ديت دلوقتي كل منطقة من مناطق جمهورية مصر العربية عاملين مجموعة على الفيس. يعني مثلا أنا من طنطا ألاقي مثلا مجموعة باسم شارع الجلاء، مجموعة باسم شارع القرش، مجموعة باسم مش عارف الحلو، مجموعة باسم النحاس، مجموعة باسم السلخانة، مجموعة مش عارف باسم إيه. فالمجموعات دي مفيدة جدا. عايز حضرتك تبحث عن المجموعات ديت اللي هي القريبة ليك خالص، تبدأ تبحث عنها وتبدأ تنضم ليها، تبدأ تعرض منتجاتك أو تبدأ تعرض الحاجة اللي أنت عايز تبيعها عليها. تمام. وبرضك قبل ما تعرض الحاجة تبدأ تتعرف الناس إن أنت بتربي تربية بيتي بدون أي أدوية، مجرد أعشاب. وتبدأ تعرف الناس الأسعار. يعني ما تكتبش تقول الأسعار على التليفون، لا، تقول يا جماعة أنا عندي مثلا أرانب سعر الكيلو قد كده، عندي فراخ سعر الكيلو قد كده، عندي بط سعر الكيلو قد كده، عشان اللي يتكلم معاك على طول يشتري. تمام. طيب بس كده؟ لا، اذا مثلا ما لقيتش مجموعات باسم المنطقه اللي انت فيها، هتبدا حضرتك تعمل مجموعه باسم المنطقه اللي انت فيها. وما تقلقش، هتلاقي ناس بتنضم ليك. خد بالك المجموعات دي يا جماعه موضوع جميل جدا جدا جدا، وخاصه في التسويق، لان انت بتبدأ تبيع، بتبدأ تلغي السمسار اللي بينك وبين الناس. فبتبدأ تبيع مباشر. فلو بتكسب مثلا 3 4 جنيه في الكيلو، ممكن تكسب 5 6 جنيه، لانك انت بتبيع مباشر للناس. فدي حاجه جميله جدا. فانت اطلب من حضرتك تعمل صفحه على الفيس، وتبدأ تكتب اسم الصفحه باسم الحاجه اللي بتبيعها، يعني مثلا بيع ارانب وطيور والكلام ده كله، وتبدا تشترك في المجموعات، وتبدا تشترك في برضك مع التجار عادي النازلين. وخد بالك هتلاقي ناس بتبعت لك طلبات صداقه كتير من الموضوع ده، وما تخافش هتلاقي الدنيا ان شاء الله تمشي معاك كويسه جدا. تمام. ده حل من الحلول، وحل مهم جدا في التسويق. طيب نتكلم عن حل تاني. في حل تاني. بص يا سيدي، دلوقتي انت عايز تبيع، مش شرط تبيع الارانب، صحيح ممكن تبيعها كمان
مدبوحة وتبدأ تغلفها، وممكن توزعها على الهايبرات أو المحلات اللي بتبيع لحوم مجمدة. الناس دي على فكرة بتطلب الحاجات دي كتير قوي، بس مشكلتها إنك تطلبها إيه، مغلفة. أنت ممكن تعمل تذبح وتغلف وتبيع. الموضوع ده بسيط جدا، الموضوع ده بس هيحتاج منك شوية إنك تقعد تلف شوية، مش هيبقى مجرد على النت، هتلاقي هتضطر تلف شوية على رجليك. وطبعا برضه من اهم الحاجات ديت، ودي هتستفاد منها من المجموعه، ان انت تعرف الاهل والجيران ان انت يا جماعه، ان انا يا جماعه انا ببيع ارانب تربيه بيتي، ما بدلاش اي مواد كيماويه. وخد بالك المجموعه بتاعت الفيس او الصفحه بتاعت الفيس بتاعتك هتلاقيها اصلا بتجيب لك الناس دي. تمام. طيب انا عملت كل دوت، بس انا دلوقتي الموضوع ده محتاج وقت مني، انا عايز ابيع دلوقتي. دي بقى المشكلة، ان انت مضطر تبيع. طب مين اقدر ابيع له على طول؟ هما التجار. هو ده يا جماعة هتبقى مضطر، بس لما تيجي تبيع ابعد عن التجار اللي في المنطقة عندك. ليه؟ لان معظم التجار اللي في المنطقة عندك العشم بيبقى واخدهم شوية، وبيقعدوا يقطموا فيك. مش بيقطموا بقى، بيحسوك ان هما بيعملوا معاك جميلة لما ياخدوا منك حاجة زي دي، رغم ان انت لو تعرف ان انت بتعمل خدمة للمستهلك وخدمة في التاجر ده. يا جماعة الناس دي بتبيع، بتبقى عندها ال بتدي السعر للتربية البيتي وسعر للتربية بمزارع. انا شفت الكلام ده، انا مراتي جت قالت لي مرة كده وهي واقفة بتشتري فراخ، مرة من حوالي 8 9 شهور كده، قالت له في واحدة بتقول لي، في واحدة جات للراجل اللي بتشتري من عنده بتقول له مش انا حاجزة من عندك، انت الفراخ لسه ما جاتش. قال لها فراخ ايه؟ قالت له مش انا حاجزة من عندك من شهر او من اسبوعين، كنت عايزه منك فراخ بس تكون متربيه في البيت. فالموضوع ده يا جماعه يعني صدقوني، انتوا بتعملوا خير كتير جدا في الناس، في المستهلكين بتعملوا جميله. فما تفتكرش ان انت بتعمل ان اللي بيشتري منك ده هو اللي بيعمل معاك جميل، لا، ده انت بتعمل معاك جميل. بيبيع المنتج اللي انت بتربيه في بيتك ده، او الحيوان او الطير اللي بتربيه في بيتك ده، اللي هو اغلى ما يبيع طير المزرعه بحوالي 4 5 جنيه في الكيلو. فانت ما تفتكرش يعني حاجه بسيطه، لا. هنرجع للتجار، بس ما ترجعش للتاجر اللي في المنطقه عندك، ابدا بتاجر من بره المنطقه عندك عشان تعرف تتكلم معاه. من الاخر يقول لك مثلا بقرشين تقول له ده شويه، تقول له ده كتير، لكن انت ممكن يبقى في احراج بينك وبين التاجر اللي في المنطقه عندك، فانت الغي التاجر في المنطقه عندك دلوقتي وما تلجاش فيه ليه الا في الاخر خالص. خد بالك الفيس والمجموعات اللي انت بتعملها هتلاقي فيه تجار بيطلبوا منك ارانب او طيور، وهيقولوا لك احنا عايزين نشتري منك وعايزين نشتغل معاك. وساعتها مش هقول لك بقى انت هتفرض سعر، بس على الاقل هتبيع بسعر عادل، يعني بسعر معقول، السعر اللي الناس كلها ماشيه بيه، سعر السوق، مش سعر التاجر هو اللي اتحكم فيه بيه. لا، انت هتبيع بالسعر اللي الناس ماشيه بيه او السوق ماشي بيه. تمام. فدي يا جماعه حاجات بسيطه كده، لكن تقدر تسوق بيها اي حاجه انت بتربيها. صفحه على الفيس، مجموعه على الفيس، الهايبرات والمحلات والسوبر ماركت، روح اتكلم مع الناس دي، اقول لهم لو عايزين، لو طب وحتى وهنفترض مثلا، اقول لك على حاجه جميله جدا، قول لهم يا جماعه بلاش اجيب لكم، لو حد سالك على حاجه زي دي نمر التليفون اهيت، وانا اتصل بيا وانا هذبحه واجيبه لك لحد عندك متنظف متغلف، واقول لك سعره قد كده وانت تبيعه براحتك. يعني عشان ما اقولكش مثلا ايه، انا ما ينفعش احط حاجه عندي في الثلاجه، لا، قول له يا عم بلاش حطها في الثلاجة، انا عندي. لو حد طلب منك اتصل بيا وقول لي والله احنا عايزين واحد اتنين تلات، فاقول لك عايزهم امتى، تقول لي عايزهم في الوقت المعين، اذبحهم لك وانضفهم لك، سواء لو انت عايزهم صحيح اجيبهم لك صحيح، لو انت عايزهم مذبحين اجيبهم لك مذبحين منضفين، واجيبهم لك لحد عندك وانت، واقول لك ده سعره قد كده وانت بقى تبيع براحتك. تمام. فانت الموضوع محتاج مجهود شويه، لكن صدقني المجهود بتاعك هيبقى في اول فتره، لكن بعد كده هتلاقي الموضوع سهل، هتلاقي كل شغلك على التليفون، يا فلان انا عايز كذا، يا فلان انا عايز كذا، فلان لدرجه انت، انا بقول لك اهو، انت مش هتلاحق بعد كده على البيع. فهمتني؟ فانت امشي واحده واحده، وما تخافش وما تفتكرش ان اللي بيشتري منك بيعمل جميل فيك، لا، ده انت اللي عامل جميل فيه وانت اللي بتكسبه بزياده. ما تقولش انا عارف ان في ناس كتير بتتحرج من البيع والشراء والكلام ده كله، لا، البيع ما تتحرجش من البيع والشراء، انت بتعمل حاجه كويسه،
احسن ما تمد ايدك او احسن ما تشحت من الناس. فانت ربي واكل بيتك والفايدة عنك بيعه، لان هو ده كان هدف القناة الرئيسي، ان احنا نعمل اكتفاء ذاتي من كل انواع اللحوم، والفايدة عننا ان احنا نبيعه. فصدقوني يا جماعة، والله انا جت فترة عليا الناس كانت بتشكرني جدا على الحاجة اللي بتاكلها من عندي. والله 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 انا مرة ربيت فراخ بيضة، بس انا ما بعتهاش، انا اديتها الناس حبايبنا كده يعني، وزعتها يعني حب الحب مش بالفلوس. إيه والله 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 في ناس قالت لي احنا عمرنا ما دوقنا فراخ بيضة بالطريقة دي، ولولا ان انا مديها لهم صحية ما كانوش صدقوا ان هي فراخ بيضة. فانت اعرف ان انت بتعمل حاجة كويسة جدا، فانت ما تخافش وما تتكسفش وما تتحركش من الموضوع ده يا جماعة. الموضوع ده كويس جدا ومفيد جدا، وانت بتفيد ناس وبتستفاد. ده حلول التسويق. بالنسبة للمجموعات وبالنسبة للناس اللي متعرفش تعمل مجموعة على الفيس، ممكن يعني لو هم يعني لو يسيبوا تعليق ان هم معرفوش يعملوا، او يتواصلوا معايا وانا ان شاء الله اعرفهم يعملوا مجموعة ازاي ويتعاملوا ازاي مع المجموعة دي. ده بالنسبة للتسويق. اتمنى اكون كده يعني ايه وصلت لكم الحلول بطريقة بسيطة، ان انت ازاي تبيع الارانب اللي عندك او الطيور او اي حاجة عندك انت بتربيها. الموضوع ده بيشمل كل حاجة. طيب هكلمكم بقى عن حاجة قابلتني انا كمربي تربية ارضي. من يومين كده انا كان عندي ارنبة والدة حوالي 5 حتت، كان ما شاء الله حلوين، كان عمر حوالي 15 يوم او 14 يوم. وكان في ارنبة تانية والدة برضك وولادها عمر 25 يوم بدأوا يطلعوا من الجحور بتاعتهم، في حين هم بدأوا يطلعوا من الجحور بتاعتهم بس كانوا بيخشوا يعني، كانوا يطلعوا ياكلوا كانوا يرجعوا الجحور بتاعتهم تاني. المشكلة هي ايه بقى؟ كان في ارنبة تالتة على الارض برضك معاهم، دخلت ولدت في المكان اللي الأرنبة اللي ولادها عندهم 25 يوم ديت ولدت فيه، فبالتالي الأرانب ديت مبقاش في مكان يخشوا فيه. فعملوا ايه؟ فدخلوا في الجحر أو في المكان اللي أنا عامله الأرنبة اللي والدها 5 حتت، فأصبحت الأرنبة اللي بترضع لسه ال5 حتت ما بقتش بترضعها. ليه؟ لأن بقت تخش بتلاقي خلفة تانية جوه الخن بتاعها. فالقصد في الموضوع ده انا عايز اوصل لكم واقول لكم ايه، بقدر الامكان لما يكون في كذا نتاية على الارض عندك، حاول ان انت تبقى ليهم كذا بيت، ما يبقاش بيت واحد او خن واحد، على قد النوت اعمل بيوت، زود البيوت على قد كده يعني. انت عندك 3 4 بيوت على الارض، اعمل 3 4 بيوت 5 6 بيوت، زود ما تقلقش، بحيث ان انت ايه مفيش واحده تولد مكان واحده تانية، لان الموضوع ده سبب لي ان الارنبه اللي عندها ال5 حتت الفطام دولت ما بقتش بترضعهم. فطلعت من يومين لقيت ارنب ميت، لقيت جسمه صافي خالص مفيش ما بياكلش. بس الحمد لله يعني بدأت ايه اشوف حل المشكلة دي. خدت الارانب اللي هي 25 يوم دوت فطمتهم اعتبر بدري، لكن كان لازم افطمهم عشان الارنب دي ترجع ترضع عيالها تاني. والحمد لله يعني بدأت ترجع ترضع عيالها تاني، لان انا كنت هخسر 4 حتت كمان. فدي مشكلة من مشاكل التربية الارضي، ان الارانب ممكن تولد مكان بعضها، فبالتالي الام تهجر الخلفة بتاعتها. فانت حاول لما يبقى عندك اكتر من ام على الارض، حاول تعمل جحور او تعمل خنان زي ما حضراتكم تبقوا شايفين عندي ال3 الخنان بعملها ازاي بالطوب الاحمر او بالصفيح، اعمله على قدهم واختر كمان، بحيث ان انت مفيش واحد تولد مكان واحد. اتمنى من الله ان انا كده اكون وصلت لكم معلومات كافيه عن التسويق، وبدات وعرفت المشكله اللي كانت عندي. لو في اي حد عنده اي استفسار عن اي حاجة بالنسبة للفيديو التسويق دوت او اي فيديو سابق، يسيب لي تعليق تحتيه وان شاء الله هرد عليه في اقرب وقت. واتمنى ان انتوا الناس اللي ما اشتركتش في القناة تشترك، واتمنى ان انتوا تدوسوا لايك وتشيروا الفيديو عشان الناس كلها تستفيد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.